US, EU and Japan. عندما الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي حاربت جائحة كورونا وبدأت استحداث الدولارات دون ما أي أساس قانونية لشراء مختلف البضائع الضرورية بالنسبة لها، في حال استمرت هذه الجائحة فيما بعد. أما الآن فنلاحظ ارتفاع أسعار للأسمدة بسبب السياسة المتهورة للولايات المتحدة ودول الأوروبية. وكل هذه الأفعال سرعت ارتفاع الأسعار للبضائع في أوروبا والأسمدة. ونرى حاليا أن هذا يشكل بعض المعضلات لفترة طويلة، والأزمة الأوكرانية أيضا أثرت سلبا على أسواق الحبوب والأسمدة. المشكلة ليست في العمليات العسكرية الروسية بل في فرض العقوبات الغربية التي أثرت سلبا على الحالة في الأسواق الأوروبية. نحن نعرف أن الأسمدة غير قابلة لفرض العقوبات في الأسواق. أما الآن فقائمة العقوبات تتمثل في الحبوب، لكن هناك حظر دخول السفن الروسية إلى الموانئ الأوروبية والموانئ الأجنبية الأخرى، وأيضا هناك حظر لتأمين السفن الروسية. أي أن هناك قيود ضد البنك الزراعي الروسي الذي خدم الحسابات الخاصة بالحبوب. وزملاؤنا الترك والأمين العام للأمم المتحدة بالتعاون مع الممثلين الآخرين قد توصلنا إلى الاتفاق، وهدف هذا الاتفاق إلى رفع العقوبات والقيود المذكورة. وكما يقال من يعيش يرى، هل سينجح أنطونيو غوتيريش في هذه المسألة أم لا؟ من يعيش يرى. أوكرانيا يجب أن تطبق التزاماتها الخاصة بنزع الألغام في الموانئ، وبعد القيام بذلك القوات الروسية والتركية سوف تؤمن دخول السفن. هذه هي الاتفاقيات المتوصل إليها منذ فترة طويلة. لولا الموقف الغربي بشأن حقهم لما كان تطبق هذه الاتفاقيات. الغرب حاليا يحاول تمييز المشاريع الروسية مثل المشروع سيل الشمالي 2